جئنا من دير الزور إلى محافظة الرقة وجايين نشتغل نكسر هالحجر الأبيض ونستخرج منه مادة الجص. وهي هاي مصلحة أهلنا وجدادنا، جينا لهون نزحنا، إحنا ما عندنا شغل غير هالمصلحة هاي، ونعاني بتعب وبمكانات يعني حجر كبار، بدنا ترى تركس يعني قلعنا هالحجر يفرد يوزع. أول أجدادنا وأهلنا وقرايبنا بدير الزور كلهم يشتغلون نفس هالعملية هاي. الجص إحنا نقوم نبيعه للعالم أخف من الشمينتو، يجصصون به البيت من برا ومن جوا. شفنا هنا عمل انه حجر بالبريه نستخرج منه الجص الديري، ونقوم بتكسيره الحجر ونقله الى مكان المعمل، نكسره ونقوم نفوته بجوره، وهالجوره هاي نشغل جواها طباخ. الطباخ يظل شغال نهارين نهارين ونص حسب الكميه اللي نطبخها احنا، ونستناه نهارين تا يبرد الحجر. بعد تبريده نقوم بطحنه، بعد الطحن نعبيه باكياس ونذهب به إلى العالم.